السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، ويا رب يكون الجميع بخير. هتكلم الآن عن نبات يعتبر هو نبات داخلي، ولكن أنا أتكلم عني، أنا هزرعه في الخارج. إنه هذه النباتات سبحان الله جميعها بلا استثناء هي من النباتات الخارجية، ولكن بتوضع داخل البيت عشان نهيئ لها الأجواء إنها تقدر تتعايش معانا. ولكن هي إلا كان بيروح شرق آسيا أو بيروح دول أوروبية أو أمريكا، بيشوف هذه النباتات سبحان الله بتنمو تحت أشجار ضخمة في غابات، في حدائق كبيرة، فلذلك سميت بالنباتات الظل لأنها تنمو تحت ظلال الأشجار الضخمة. طبعا احنا لحد الان ما عرفنا بهذه النبتة، هذه هي النبتة اللي هي يسموها المونستيرا او القفص الصدري، لها اسم ثاني بصراحة بالانجليزي، ولكن اشتهرت عندنا احنا باللغة العربية هذا الاسم. طبعا نجي نشوف اول حاجة، ما شاء الله تبارك الله معانا، هذا اللي هو يسموه الجذر او البرعم الهوائي، سمي بالهوائي لانه يطلع سبحان الله في الهواء. طبعا هذه النباتات بتستخدمه في حالتين، تستخدمه أول حالة عندها ما شاء الله تبارك الله بنشوفها في الرايح الجذر، بدور على شيء عشان يتسلق عليه وتبدأ تكبر عليه. الشيء الثاني نشوفها بتدور سبحان الله، تنزل أو زي هذه بتنزل، وبعدين سبحان الله بتدور على التربة وبتغرسها غرس في التربة عشان تقوي نفسها وتصبح أكبر وأقوى. طبعا هو أساس النبات سبحان الله اللي هي نشوفها هذه الجذور أو البرائم، كل ما كانت قوية كل ما كان النبات حيكون عندنا قوي جدا. طبعا أنا حصلت على هذه النبتة بصراحة بسعر كان بالنسبة لي أنا مغري، وأنا من الناس والعياذ بالله من كلمة أنا أحب أنقي شيء يعني أشوفه قدامي بصراحة يزدهر وينمو. لكن حنتكلم في موضوع دائما مهم، أنا لما أجي أنظر للنبات أنظر لأساساته، أساساته هل هي قوية؟ أساساته قوية، إذا كانت قوية ما شاء الله تبارك الله الأساسات حقت النبات معناته مجرد عناية اهتمام سماد، حتصير عندنا ما شاء الله تبارك الله جميلة وكبيرة. غير كذا واضح عليها ما شاء الله تبارك الله، أوراقها ما شاء الله تبارك الله صافية، ما هي مصابة بأي أمراض، ما عندها أي مشاكل. لكن أنا حقول لكم إيش هي المشكلة اللي هي بتعانيها هذه النبتة. هي هذه النبتة بتعاني من التربة ومن ضيق الحوض تبعها، حوضها جدا صغير، واحنا شايفين ما شاء الله جذورها، لكم ان تتخيلوا هذه اللي احنا بنتكلم عليها جذور الهوائية جدا منتشرة في كل مكان فيها في النبتة ما شاء الله تبارك الله، فما بالكم بالجذور اللي داخل هذا الحوض، حتكون جدا مزدحمة. غير كذا واضح انه ما بيعطوها اساسا كانوا سماد. هذه النباتات كذلك تحتاج الى اضاءة كويسة، تهوية كويسة، لا ننسى ان نقول انها سبحان الله في مناطق مفتوحة، فإذا كان في إضاءة كويسة وتهوية كويسة إيش بيصير في النبات؟ حيزدهر معنا. طبعا أنا قلت لكم حصلت عليها زي ما احنا شايفين، مجرد عناية، حنشيل هذه الأوراق اللي غير مرغوب فيها، في ورق ما عجبنا شكله ما هو كويس ممكن نقصه، أنا شايف فيها حاجات جدا كثيرة يعني ما هي كويسة بتموت وما كانوا مهتمين فيها. التربة بإمكاننا نكبل لها الحوض، ولكن أنا قلت لكم ما حزرعها في حوض، أكون صريح معاكم، حزرعها في الأرض مباشرة أو في حوض أكبر تحت شجرة كبيرة، وحنتركها تعيش الطبيعة. أميل أنا دائما إلى الأمور اللي هي تكون طبيعية، نرجعها لأصلها في الطبيعة، اللي هي تنمو على شجرة ننور لها، عندي هنا ما شاء الله تبارك الله أشجار ضخمة تبدأ تطلع وتتسلق عليها، فهي كده بإذن الله تكون في سلام وتكون إن شاء الله جميلة معنا. هذه اللي هي الجذور الهوائية،
سبحان الله نجي نشوفها أهي عندنا واحد كذلك أهو متجه فين إلى هذا المكان. طبعا هي النباتات الداخلية في البعض ما يعرف إنه ليش بيحطوا هذا الموضوع. هذا الموضوع المفروض إنه يكون مبلول، ممكن تسقي منه النبات، ترى هو مفتوح حيوصل معانا ما شاء الله تبارك الله إلى قاع النبات. طبعا قلنا إحنا جذور النبات تمد إلى تحت ما إلى فوق، حتوصل لتحت. حتى هذه سبحان الله جذور الهوائية نازلة على تحت ما هي رايحة على فوق. هذا المفروض العمود يكون مبتل على طول، مبلول، سواء نسقي منه أو نبل هذا عشان الجذور تحصل على الماء، لأنه إحنا قلنا هذه الجذور سبحان الله هي تحتاج رطوبة، تحتاج إنها تكون على طول رطبة. شوفوا لما ما بتحصل رطوبة إيش بيصير فيها؟ بتنشف وبتموت. لكن لما تكون رطبة معانا بهذه الطريقة ما شاء الله تبارك الله هتكون أمورها طيب. فحندول لها على شجرة جميلة ونحطها مكان رطب، ظل كويس، تهوية كويسة إن شاء الله، وحترجع لطبيعتها الجميلة. إحنا ممكن نحاول مع بعض نخرجها من حوضها عشان نشوف الوضع الداخلي كيف حيكون، ولكن هي ماسكة في الحوض بقوة صراحة، وأنا بصور وأحتاج إنه استخدم يدي الثانية. فأنا دائما اللهم لك الحمد والشكر والعياذ بالله من كلمة أنا بنزل شروحات باستمرار في سناب شات، في الانستغرام، في فيديوهات وكل ما يخص النبات. واللي حاب الموضوع أو عجبه طرحي ممكن يعمل سبسكرايب في قناتي حقت اليوتيوب، يفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. وهنا نشوف شايفين هذه كل ما نتخلص عن النبات نخفف هذا المجهود اللي هي الحاجات الغير مرغوب فيها عن النبات، هنقويه افضل واحسن واجمل حيصير. لانه هذه الامور يا جماعة احنا بنحطها فين؟ في منزلنا. ودائما الواحد في منزله ايش يدور؟ يدور يحط حاجات جميلة، وهي ربنا سبحانه وتعالى خلقها لجمالها، واحنا بنقتنيها عشان نشوف جمالها هذا. فليش ما نأنقها ونظبطها ونأنتكها وتكون أفضل من كذا؟ لأنه أنا عندي ما شاء الله تبارك الله متابعين بشوف عندهم شوية نباتات للأسف يعني تعبانة. أنا كان ودي أن يكون عندي قاعدة خاصة بالنبات، أو قاعدة خاصة عفوا بالجوال أو بالتصوير، واشتغل فيها وتشوفوا أنتوا كيف تصوير. ولكن عندي أنا بصراحة بالإنستغرام موجودة هذه، وأنا أحط اللي هي الروابط الخاصة من الإنستغرام وبالسناب شات. وطبعا اللي حيضيفوا حيشرفني وينورني وينور صفحتي، وتحت أمركم وفي خدمتكم. وممكن الآن أنه إحنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا النبات بهذه الطريقة، نحاول نخرجها. للأسف لازم نستخدم يد الثانية في الموضوع. حابكم تشاركون الموضوع هذا طالما انه انتم موجودين وبتشوفوا الفيديو حتى النهاية. شايفين تربتها كيف؟ ما هي جيدة. طبعا هي في محاولة هنحاولها كلنا مع بعض كذا بالضغط بهذه الطريقة على الحوض، الطريقة الدائرية هذه، عشان يخرج معانا النبات. ان شاء الله تنجح الفكرة. واتوقع انها ممكن تنجح معنا. للأسف. سامحونا على الازعاج. ولكن احبكم تعيشوا معايا اللحظة بلحظتها افضل. إن حب قلنا كل شيء يعود لطبيعته، ما بنتصنع ولا أي حاجة، نشوف كل شيء على طبيعتها أفضل مع بعض. شايفين كيف شوية هي تعبانة يبغى لها اهتمام،
الله يعطيكم العافية عشان لا نطيل الموضوع، وحياكم الله.